من 7 أكتوبر التغت كل الحقوق في السجون الإسرائيلية، أو عبارتين، روش لماتا وزي ما يش. كل يوم كان الناس تيجي يضربوها مضروب، يجي ياخذوها من الـ من الـ من الغرف يضربوها، يرجعوا مطبشين. أيما بلش يخرجوا الأسرى بشم بشم، بطلع الأسير بيتم تنزيل راسه وهو بدخل ببحر من السجانين. كنت بنضرب اللي بتسكت كانوا يضربوها، اللي بتحكي كانوا يضربوها، اللي بتحكي شو هني بدهن كمان كانوا يضربوها. صار يضربوا على رقبتي وعلى أذني بالبسطار بقوة، فطلع نصيبنا في ضربة قوية في الأذن أفقدتني السمع تماما، طبعا غير الكسور، 4 كسور في الضلعات في الظهر و3 كسور في. مكثت ساجد 4 ساعات ونحن كلبشين إلى الخلف وهم يقومون بالدعس بأقدامهم. كانوا الجنود يعني وهم يتناوبوا يدفعوني برجلهم، اللي بضربني برجله على بطني على ظهري، وفي مرة وقفوا جنديين على ظهري لمدة 3 دقائق. يعني هون هدول 3 دقائق حسيت إنه خلص، يعني أنا انتهيت. من تحدث لي بشكل واضح أسير من الأسرى قال لي: أخ أبو أحمد، أنا تعرضت للاغتصاب، بمعنى أنهم قاموا بوضع العصا في المنطقة الحساسة لهذا الأسير. أيام حقيقة لا تنسى.